باقتصاد في المجهود وسيطرة تامة على مجريات اللقاء، خطف المنتخب المغربي 3 نقاط ثمينة في مواجهته الأولى بالكان أمام تنزانيا بنتيجة 3 أهداف نظيفة سجلهم كل من سايس أناحي وانصيري. وبذلك رجال الركراكي يمنون النفس للحفاظ على النتائج الإيجابية ببطولة كان 2023، وللشارع المغربي كلمتها فيما يخص الظهور الأول والمشرف لأسود الأطلس في كان 2023. الماتش داز مزيان، الشوط الأول كانوا خايفين المرة الأولى، ولكن من مركز الشوط الأول البيت الأول زعما صافي تلقوا الدراري وتلقوا اللعاب وماركوا البيت مزيان، زعما لعبوا مزيان، زعما التشكيلة كانت كان مناسب، زعما ما نخافوش على راس لافوكا. الشوط الثاني كي جاك على الشوط الاول باش كيتحسن، لكن واحد 60% تحسن على الشوط الاول صراحه، زعما لعبوا الدراري تقاتلوا مزيان احسن من بعض الفرق العربيه اللي ما داروا حتى شي حاجه صراحه. لذلك الحمد لله تونس اللي كانت بقيمتها وهيبتها خسرت امام الفريق ضعيف زعما بزاف، ما تنقولوش ضعيف دابا، الان ما بقاش الفريق لا ضعيف لا والو، حيت اللعاب دابا ديك الفرق دابا ما كانش داير الراس الاخضر بحال كان فيها ربحات غانا، يعني ما بقاش هذوك الفرق الصغيره دابا كلشي متساويه يعني، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعيدوا ما اعادوا المنتخب الوطني في قطر وربحوا ان شاء الله كاس افريقيا ان شاء الله مع الدراري هذو مع ولد الركراكي. بارك الله عليك، الله يحفظك. السلام عليكم. ما شاء الله على الفريق الوطني، كنتمنوا ليه التوفيق، وهذه ما هي الا البدايه ان شاء الله. احنا دائما ولفنا فيهم هذا التفوق اللي هو غير بقى مادام هما رفقه نتاع تدريب رائع ومتميز بذاك المدرب الرائع، اذا احنا ما غاديش يفاجئونا بهذه النتائج الا، وغنتمنوا لهم ما شاء الله مستقبل رائع في هذا الدومين، والله يستر الجميع الوليدات وديما مغرب. السلام. المنتخب كي جاك الماتش؟ عجبنا الحال بزاف، في الاول كنا خايفين لان كما كتعرف تنزانيا واخا هي واحد الفريق اللي ما عندوش تاريخ كبير، ولكن كفريق افريقي راه كيلعبوا قاصح، وداك الشيء اللي وقع واخا من يتم التحذيرات ديال الحكم خذوا بزاف الصفرات وقدروا يكملوا الماتش ب 10، ولكن لحسن الحظ حنا اللعابه ديالنا لعاب انترناسيونال وكيعرفوا كيفاش يلعبوا الكره احسن من الافريقيين، يعني قراوهم كره. كنت انا ما كنتش كنتوقع اننا غادي نربحوا ب 3-0، كنت كنقول واقيلا 1-0 2، ولكن 3-0 زادت بينات ان كاين واحد الامل كبير اننا ناخذوا حتى كاس افريقيا الى كتاب ان شاء الله.